الحقني يا سكا، مش لاقي خالتي. ايه في ايه؟ عربيه نقل كبيره محمله زلط ولا ايه؟ ما تفهم، عدت في الحاره. ايوه نسي شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزه جامده. ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاد نزلت جريت مش عارفه في الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المنطقه حته حته. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا تعالي تعالى سوكا، خدوني معاكم يا ولاد الحلال. نزلت كبيرة ازاي لابسه جلابيه سودا وحافيه اسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا، اللي لاقيها يوديها للاخت كوريا في حاره الكرامه والاجر والثواب عند الله. يا ولاد الحلال ست تيام بقالنا يجي 3 ساعات بندور عليها، ده احنا لابسين الحرج 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها، ده غنى ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب. تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها. يعني انت بتعرف جوه المنطقه ما تعرف بالله يا هيما. معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما بس قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق همي، كنت كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيبها واسمها الحاجه سندس مريضه عقليا اللي لاقيها. وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ اشوف اتصل ولا لسه؟ الاجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. هقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانه يا خالتي اني بحبسك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفتي عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك مش عارفه تراعيها هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم. ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها، اللي بيرعاها وبيرعاكي. مش هتتوه منه؟ لا ارض الله واسعه يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا ظبطي خلاص اهدى كوريا، اهدي ما تقلقيش، انا مش عايزك تقلقي. انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه. انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك واصورهم 500 صوره وارزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي لاقيها نبقى راضيين. هتحط لنا التليفون على الاتوبيسات؟ اللي سمعته ده كوريا معقوله؟ الست الكبيره اضيع منك انت؟ الأمانة اللي أنا شايلها في رقبتك أنا أمك، اتحمليها قدام الناس. بقول لك إيه خيه، فكك متجوز أبي الجبل ده دلوقتي خالص، أنا همي قد المقطة وفين اللي مكفين؟ ثم أنت فين من ساعة ما كلمتك؟ وأنت كنت استعنتنا؟ ما أنت من ساعة ما رميتني وأنت مطفي دماغك. خلاص يا بيت، خلاص يا بنت يا كوري عيب، استهدي، خدي لك بقي شاي وهدي أعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل إيه يا بنت الناس؟ أنا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي. أروح أدور عليها. ربنا اللي عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. ربنا ذهب الجنه. كوريا مفتاح المحل يا بنت الحلال وكل عيش، سيبك. وهي في معية الله فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. اكل عيش ايه ومحل ايه اللي افتحه بس؟ يا جدعان دي في رقبتي. ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجه بيزعل عليه. دي مهما كان خالتي برضه. عندها حق يا ولاد، الله. ما هو اللي عايش اهو عايش بياكل وبيشرب وينام. واللي ميت اهو بندفنه ونزعل عليه شويه ونقول خلاص الحي ابقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له ايه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه؟ والوليه غلبانه يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. ايه يا كوريا؟ سمعتهم يا اختي بيقولوا في الميكروفون ان خالتك تاهت. لما تعطري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب، لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش بنت من هنا. غوري من هنا احسن وتربت امي، افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقول لك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخها طق من شويه. شوف شوف خلاص خدي يا حبيبتي. صلي على النبي، خلاص صلي على النبي. ازيك يا هيما؟ وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا. اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض وانجز. انجز في ايه؟ بص، سلمة طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبيتسي كوريا متدهولة في اللي هي فيه، يعني الدنيا أمان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك. أنا هسبقك وتعالى ورايا. أجي وراكي فين؟ أنت اتعطلتي، أنت عايزة تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصة شردة؟ لا شردة ولا مش شرداش، وأنا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا إله إلا الله. ما أنا بقول لك الدنيا أمان، وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين. ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص، موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا وتكسر الشقه على اللي فيها، ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك.
يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت امك يا شطان، ضعيفة هيما ضعيفة. يا اهل المنطقة الكرام، طلبت مني الاخت كوريا عبد العاطي ان اناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنة الحجة سندس، ومن يجدها ان شاء الله له مكافأة مجزية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكرين عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله والبيت بيت الله، وما أنا إلا أمين على هذه الأمانة. الله يبارك لك يا مولانا، سلام عليكم. أقول لك يا أخت كوريا، أمر عم الشيخ. الأمر لله تبارك وتعالى. أنا كنت عايز أكلمك في موضوع بشأن الأخ إبراهيم، بس أنا شايف في الوقت غير مناسب. أنا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك إن شاء الله. ماله إبراهيم عم الشيخ؟ كل خير إن شاء الله، لا تقلقي. أنا بقول نأجل هذا الكلام من الأفضل. أنا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. أن تطلبي من الأخ إبراهيم أن يحضر إلى المسجد من وقت إلى آخر حتى يبارك الله لكما. دعي له ودعي لي يا مولانا. أنت فكرك دخلة الجامع دي سهلة ولا أي حد يخشها؟ دي عاوزة قلب، واحنا بنتشعلق في رحمة ربنا من بعيد لبعيد. دعي لنا أنت بس. عامل زي الفار كده اللي وقع في الخايه. الله، وهي شايفاك ما تردش عليه. لا اصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربه، ده قله المزاج دي. هات شغل الزفت ده. ماشي. ده سوك سوك. الو الو، هتكلم يا ابراهيم؟ بقول لك ايه، كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك، وعايزانا نروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه. اسالوها فين. طب بقول لك ايه يا سوكا، انا في طالعه كده، ها قول لها اي حوار لحد ما اجي لك. اوعى تهبل في الكلام، صاحب لصاحبه يا سوكا. ليه يا حول الله ولا قوه الا بالله. هو فين؟ ربنا يجعلك لفعل الخير. فعل الخير؟ بحاول يا سوكا، بحاول. ادعي لي. ماشي يا ابن عم، يلا بالسلام. بقول هي لو احتاجت نقل دم باتصل، لو احتاج نقل دم باتصل بيا. طيب سلام. بس يا كوريا استني. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ حاضر يا كوريا، حاضر عليا. ده في مشكله. ايه هي المشكله يا اخويا؟ اتفضل. بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبطه توك توك، قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت، بس هو قال لي ان هو جاي. انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام اوام. صاحبي بقى وانا عارفه. حاول لا قوه الا بالله العظيم. ماشي. قلت مزاجنا الهي يقل مزاجها البعيده. مش يلا ولا ايه؟ يلا.